حضرني تصريح لأحد نواب تقدم قال معي في البرنامج، قال أن التقارب بين تقدم وحزم محتمل جدا وواقعي جدا فيما بعد الانتخابات. من صرح هذا التصريح؟ دكتور ظافر العام. يعني قد تكون التقارب مع من ننسجم معه بالفكر. طيب هاي جوز جذوره مع القرار بعده ممكن. ممكن. طيب بس التقارب مع من ينسجم معنا بالفكر، والتقارب مو قبل مو بعد الانتخابات، اكو تقارب قبل الانتخابات مع بعض الكيانات السياسية اللي خاضت الانتخابات في تحالفات اخرى. ارجع واكد لك انه اختلف ونختلف بالمنهج. لا انا اقدر اغير، انا ومن معي وفريقي ومن يقف خلفنا من جماهيرنا ما نقدر نغير المنهج، ما نقدر ننسى مشاكل سنوات السابقة ابدا. ما ننسى ايام التهجير، ما ننسى ايام النزوح، ما ننسى ايام من يعني اللي غرروا بينا ودفعوا مواطنينا ودفعوا مجتمعنا الى معارك لمغانمهم السياسية. هذا ما ننساه. ما ننسى انه رجعنا في محافظاتنا ندور محطة مي ماكو، ما ننسى نرجع لمحافظاتنا ندور دائرة يدامون بها البلدية ماكو، ما ننسى انه احنا لحد الان ندفع ضريبة المشاكل المتراكمة اللي صارت بالسنوات السابقة. هذا منهج لن اتفق معه ابدا بغض النظر ما ستؤول اليه النتائج. ان تمكنوا منا فلهم، وان تمكننا منهم سياسيا نرجو ان يحترمون النتائج الانتخابية وان لا يكونون الا ضمن الصفوف اللي قد تعالج وضعهم وتعالج مشاكلهم في السنوات السابقة.